بدأت الوفود العربية المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثامنة والعشرين التي ستعقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بدأت بالوصول إلى العاصمة الأردنية عمان حيث وصل وفد الجمهورية اليمنية برئاسة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي والوفد الليبي برئاسه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز سراج كما وصل وفد سلطنه عمان برئاسه صاحب السمو السيد اسعد بن طارق بن تيمور السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلاله السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ووصل ايضا وفد الجمهوريه الجزائريه برئاسه عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامه الجزائري